طيب لسه مكملين مع النادي الاهلي وكلام كتير عن النادي الاهلي وفوزه النهارده الكبير جدا جدا. معانا على التليفون الكابتن الكبير كابتن سامي قمصان المدرب العام للنادي الاهلي. كابتن سامي صباح الخير على حضرتك، مليون مبروك الفوز النهارده. الله يبارك فيك يا كريم، ربنا يخليك، متشكر كتر خيرك. فوز غالي ومهم، ومباراه كانت غريبه جدا في كل احداثها، ولكن النادي الاهلي من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخيره كان ماشي بشكل كويس. بعض الفترات ممكن تبقى الامور كانت اهدى، بس الاهلي كالعاده يعني كلاعبين وجهاز فني عملوا مباراه كبيره. الحمد لله، طبعا بشكر اللعيبه طبعا على الجهد دوت والنتيجه دوت والاداء ديت، وان شاء الله دي مرحله كنا محددينها، الثلاث مباريات الاولين احنا ان شاء الله نحقق فيهم الفوز، واعتقد الحمد لله عدينا المرحله دي بنجاح كبير، لكن لسه بدري جدا على البطوله ولسه بدري جدا ان انت تحسبها، لكن في الاول والاخر انت برضو بتلعب مباراه قمه، ان انت بتكسبها بمكسب كبير زي دوت، اعتقد حاجه مميزه للعيبه. بشكر الجمهور طبعا اللي وقف ظهرنا الفترات اللي فاتت دي كلها، دعمنا فترات كبيره ومستنيين دعمهم اكتر واكتر، وان شاء الله نحقق لهم كل البطولات اللي احنا متاحه بالنسبه لنا باذن الله. كابتن سامي يعني عشان بس ده كان الانترو بتاعي واخدك في امور فنيه كتير، بس كان الانترو بتاعي انه في انتقاد او مش عايز اقول هجوم على الجهاز الفني او موسيماني تحديدا بعد المباراه، وان الفريق كان ممكن يسجل اهداف اكتر والفريق وانه موسيماني كانت تغييراته مش منطقيه. تابعت الكلام ده اكيد؟ انتقاد علينا احنا؟ الناس قالت ان موسيماني كان تغييراته مش موفقه وانه كان ممكن النتيجه تزيد عن 5-1، حتى موسيماني رد على هذا الامر في المؤتمر الصحفي وقال انه المره الجايه نبقى نكسب 6 على الزمالك، انه الناس كثيره قوي قالت له ان انت كنت ممكن تكسب باكتر من كده. ده الانتقاد من مين؟ انا مش ما تابعتش والله، بس من مين؟ على السوشيال ميديا، على بعض المتابعين، بعض المحللين، بعض الناس اللي بتتكلم في الكوره، الناس بتقول خلينا خلينا نتكلم واحده واحده. يعني اولا انت يعني بتلاعب فريق كبير طبعا وبتلعب مباراه قمه، اللي انت سجل في 5 اهداف هل ديت انت يبقى انت معرض للنقد؟ حاجه ثانيه، انت بتتكلم على تقريبا بتقول تغييرات او بتقول 3 اهداف اللي دخلت مرمى، او بتقول ايه الانتقادات؟ انا مش عارف والله الانتقادات ايه، قولها لي. ده مش منطقي. انا قلت كده لسه من شويه والله، بقول كده قبل ما يعني انت تدخل انا ما هو ده برضو من سلسله الحاجات، ما هو دايما انا دايما كريم بنتكلم في النقطه دي تاني. انا مش عارف يعني سلسله الانتقادات لينا في كل الاحوال، في كل الاحوال اللي احنا بنمر فيها بتكسب، لا قدر الله بتتعادل، لا قدر الله بتخسر، بتخسر بطولة. كل انتقادات بتكسب بطوله انتقادات، بتكسب مباراه قمه بانتقادات، بتكسب الاسماعيلي اسماعيلي مش في حالته، بتكسب البنك الاهلي اصل البنك الاهلي. انا مش فاهم الانتقادات دي ليه يعني اولا اعتقد يعني ناس ما يعني مش يعني مش عارف وجهه نظرهم ايه. احنا اعتقد ان احنا ادينا مباراه كويسه النهارده، اعتقد ان اللعيبه ادت مباراه كويسه جدا النهارده، اعتقد التغييرات اللي حصلت النهارده كان فيها تغييرات غصب عننا النهارده، لما ايمن بيجي له شد في العضله الاماميه وبدري بيجي له شد في العضله الخلفيه، ان انت بتحاول ان انت في عز برضو ما انت في ظل الظروف ديت انت بتعمل تغييرات هجوميه عشان تقدر برضو تجيب اجوان اكتر، يمكن النهارده لما بتنزل حسين الشحات وبتنزل لويس وبتنزل طاهر محمد طاهر، فهل دي تغييرات دفاعيه؟ الحاجه الثانيه، هل لو حسين النهارده سجل او طاهر سجل هل المردود يعني بتاعهم ده مرتبط بالمدرب ولا مرتبط انا كنت باللعين؟ انا كنت لسه بقول كده والله يا كابتن سامي، قلت لو حسين الشحات كان جاب الكره اللي انطلق فيها وشاطها في الزاويه البعيده دي، لو كان جابها جون كانت قالت انت تغييرات عظيمه وعملت مباراه كبيره جدا. لكن اتكلم في شكل الاداء من الشوط الاولاني، اتكلم في السيطره على المباراه، اتكلم في الفرص اللي انت استغلتها، اتكلم في التطوير اللي حصل لديانج، الحمد لله النهارده بيسجل هدفين من التصويتين، اتكلم على التكتيك النهارده اللي حصل وتغيير قفشه من ناحيه اليمين ناحيه الشمال، اتكلم في الاستحواذ، اتكلم في ازاي تبني الهجمه، مش هو ده التحليل اللي احنا متعودين نعرفه. صح، مش تحليل مرتبط بنتيجه او مرتبط باداء او مرتبط بحاله فنيه اللعيب، هل النهارده انا لما بغير تغييره ممكن يكون اللعيب مش موفق، هل التغييره دي بتكون مرتبطه بالمدير الفني ولا تكون مرتبطه بايه؟ هل النهارده تغييره النهارده انت برضه بتلاعب خصم، بتلاعب خصم عنده خبراته، بتلاعب خصم عنده كبرياء برضه اللي هو عاوز يخش المباراه. صح، هل النهارده انت فدي حاجه انا مش عارف والله، انا اول مره اسمع منك النقد دوت يعني، لكن انا عارف الجمهور النادي الاهلي واعي، عارف الجمهور النادي الاهلي ورا فرقته دايما، عارف الجمهور النادي الاهلي بيقدر يقدر اللي بيتعب وبيخلص، اعتقد اللعيبه دي بتتعب وبتخلص وبتقاتل عشان خاطر اسم النادي الاهلي، اللعيبه دي النهارده
بتحقق انتصار على النادي، على نادي كبير زي نادي الزمالك، ودي حاجه كويسه. النهارده بتأدي مباراه كويسه تكتيكيا الحمد لله، بتسجل 5 اهداف النهارده. اي نعم الحاجه السلبيه النهارده اللي انت بتستقبل برضو حاجه احنا ما كناش حابينها، لكن دي كوره في الاول والاخر. ما هي دي نقطة يا كابتن سامي، ده كان سؤالي اللي جاي بصراحة. يعني الفوز النهاردة كان فوز مستحق، والأهلي عمل نتيجة كبيرة قدام نادي الزمالك، ودي حاجة مش قليلة لما تعمل في الديربي قدام فريق كبير زي الزمالك نتيجة ب5 أهداف، ده رقم كبير جدا. بس الملحوظة برضو إنه الأهلي لسه بيوصل أي منافس ليه، مش والمنافس النهاردة أنا فاهم إنه مش قليل يعني نادي الزمالك، بس أي منافس ليه بيقدر يوصل منطقة جزائه ويقدر يسجل، باستثناء بصراحه مباراتين الدوري اللي قدر الزمالك الاهلي يحافظ على شباكه، بس ستيل لسه او لسه مشكله الاهداف في مرمى الاهلي موجوده يعني. ماشي مفيش مشكله، ودي حاجه طبيعيه، ودي حاجه طبيعيه احنا بنحاول نحسنها. صح. لكن لما تيجي النهارده تشوف النهارده الاهداف اللي دخلت من بكر، النهارده الهدف الاولاني من بره 18، الهدف الثاني ضربه جزاء الله اعلم بصحتها، الهدف الثالث برضه نفس القصه بتصويبه، فانت ما عندكش يعني كوارث اللي بيحصل. الفرص النهارده قليله جدا علينا النهارده، يعني ايه الفرص اللي ممكن تقول عليها محقق نادي الزمالك؟ الشوط الاولاني عندك فرصه في نهايه الشوط الاولاني الشناوي انقذ، الشوط الثاني فرص قليله جدا، فبرضه دي حاجه ايجابيه، حاجه احنا بنشتغل عليها، ممكن نغير طريقه اللعب عشان تتناسب شويه مع الحاجات اللي احنا عانينا منها السنه اللي فاتت بالاندفاع الهجومي اللي احنا كنا بنندفع، فكل الحاجات ديت انت بتحاول تصلحها يعني. لكن في الاول والاخر برضو انت دي كوره، دي كوره وارد جدا فيها اخطاء مبنيه على الاخطاء، ممكن الخصم يستغل الاخطاء ديت، لكن في الاول والاخر ما تخبلش التعب بتاع اللعيبه وبتاع الجهاز والجهد اللي الناس عملوه والاداء النهارده. صح. والنتيجه النهارده الكبيره، النهارده من كام سنه النادي الاهلي ما بيكسبش نادي الزمالك 5. صح. لا ده بص من الثمانينات، انا بقول لك رقم اهو، من الثمانينات الاهلي ما كسبش الزمالك رقم زي ده باستثناء الفوز بتاع 6-1 مع مانويل جوزيه. الاهلي بقى ما وصلش 6-1 من كام سنه، من 20 سنه. لا ده انا بقول لك من الثمانينات كمان، يعني لو من الثمانينات لو الاهلي كسب الزمالك بنتيجه كبيره فهي 6-1 والخمسه النهارده. طبعا عاوزين دايما نتكلم في الحاجات الايجابيه، في طبعا الحاجات الايجابيه، حتى لو انت عاوز تنتقد فني، ما فيش حاجه اسمها ان انا بنتقد تغيير لمجرد التغيير، يعني انا بنتقد التغيير ده ليه؟ لسبب فني. هل انت عارف النهارده ان ايمن تعرض للاصابه؟ هل انت عارف النهارده اللي ايوه ما هو كابتن سامي معلش، ما هو ده الفني بقى فعلا، يعني انت محتاج توضح للناس مثلا التغيير، ما ده الفني، انه انت دلوقتي بتقول لي ايمن اشرف للاصابه، انا اول مره اسمع يعني اول مره اعرف انه ايمن كان مصاب. انا بتكلم على النقد، انت بتنتقد التغيير بناء على ايه؟ صح. على معلومه ولا على حاجه تنتقده وخلاص؟ بتنتقده وخلاص، انا اتفق يعني، انا بتفق معاك، انت بتنتقد لمجرد النقد، ودي حاجه مش ايجابيه. دي حاجه مش ايجابيه، انتقد مفيش مشكله وده حقك كل الناس، لكن انت المشكله يا كريم ان كل الاخطاء اللي الناس بتتكلم عليها والنقاد بيتكلموا عليها هم كمدربين وقفوا فيها، وعارف ان انت اوقات كتيره جدا بتعمل تغييره، واوقات كتيره جدا ما تبقاش موفقه، مش عشان خاطر التغييره نفسها. صح. اوقات كتيره جدا انت بتبقى متخيل حاجه او مردود من لعيب ما يأديتش نفس المردود ده. صح. اوقات كتيره جدا بتبقى انت عاوز تقفل حاجه معينه ممكن ما بيحصلش فيها توفيق. لا وانت ما انت ممكن تعمل تغييرات طياريه وهو اللي يسجل او هو اللي يكسبك، وتبقى تغييرات طياريه بسبب اصابه. ودي بتحصل كتير جدا يعني. طبعا. لكن النقد الفني مرتبط بشكل الفرقه، باداء الفرقه، بريتم الفرقه، بالحاله البدنيه بالفرقه، الحاله الفنيه، الحاله التكتيكيه، الخصم نفسه، هل النهارده النادي الزمالك برضه لما بيعمل اندفاع هجومي كبير، هل الناس برضه فكرت ليه تغييرات ما احنا حصلت؟ ليه فكرت في طاهر ما فكرتش في حسام حسن؟ ليه فكرت في ليه؟ طب ليه يا كابتن سامي؟ ليه؟ ما دي حاجات فنيه. ما لا ما اقصدش، انا عارف. لا 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 انا مش عايزك تتكلم في تفاصيل عشان كده ما سالتكش السؤال ده من الاول، بس هو الناس سالوا ليه طاهر مش حسام وحسام جاهز موجود يعني، بس هي دي ما انا بقول يعني اقصد الاسئله منطقيه مش لازم تجاوب عليها، انا فاهم، بس اسئله الناس تبقى منطقيه. انا مش دوري لو كل مدير فني قاعد يتكلم على افكاره، ما خلاص ما انت هتبقى كتاب مفتوح ليك 100%. عندك حق. مش عاوز اتكلم، اللي انا عاوز اتكلم فيه ليه يعني انت متخيل لو كل تفكير الناس واحد، طب ما يبقى خلاص كل الناس تشتغل مدير فني. انت بتنتقد الراجل في حاجات فنيه هو ناجح فيها بغض النظر. يعني النهارده لما تقول الراجل خد بطولتين افريقيا وخد سوبر وخد 3 عالم وخد كاس مصر وخد مع صن داونز بطوله افريقيا وخد البطولات 8 سنين دوري مع صن داونز، هل الراجل فنيا يبقى يعني هل كل النجاحات دي من فراغ؟
لا طبعا. لما الراجل يلعب نادي الزمالك كذا مره ويتفوق عليه فنيا، يتفوق عليه اداء، يتفوق عليه في كل النواحي البدنيه والخططيه، لما يكسبه في بطوله افريقيا، يكسب الراجل يكسب في بطوله افريقيا، لما يكسبه في بطوله افريقيا مع النادي الاهلي، لما يكسب في الدوري السنه اللي فاتت واحنا ناقصين بتاع 6 7 لعيبه، لما بيتعادل السنه اللي فاتت مع الفرقه مع نادي الزمالك، لما النهارده بيكسب نادي الزمالك، هل كل الحاجات ديت يعني هل دي مش هل الراجل محظوظ بالدرجه دي؟ يا رب يا رب محظوظ كده على طول. كابتن سامي انت بجد يعني انا والله طبعا. ما اعرفش النقد اللي انت بتقوله ده، انا راجع مبسوط. لا ده انا عمال ارد على تويتر، وجيت هنا قعدت اقول يا جماعه ازاي راجل كسبان 5 في الديربي والناس بتنتقده، ده كارتيرو نفسه ما انتقدش بعد المباراه كده، يعني راجل مدرب الزمالك الخسران لم ينتقد. لما انت بتنتقدنا واحنا كده، طب تنتقد المنافس ازاي؟ طبيعي يعني انا هطلع النهارده انتقد موسيماني والجهاز الفني للنادي الاهلي لو هو اللي كان خسران 5-3، طبيعي جدا، هو الفريق الخسران في الديربي. لكن طبعا انت بتكسب نادي الزمالك 5، انت بتكسب نادي الزمالك 5 قبل المباراه، كل لو اكتر واحد متفائل مش هيتنقل، قال ظروف الماتش الناس بتتكلم، طب مين بعد ربنا مين اللي خلق ظروف المباراه دي؟ خلق مواقف، خلق مواقف الله طبعا اللي قدر كده، لكن اتكلم على 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 التحضير للمباراه، اتكلم على شكل الاداء، اتكلم على التكتيك اللي حصل في المباراه، اتكلم على التحركات، اتكلم على الاستحواذ، اتكلم على الفرص، ليه هو ده انا بالنسبه لي هو ده تحليل اداء، تحليل اداء، اتكلم على معدلات جري، على معدلات بدنيه، على معدلات خطيه، ليه الناس كل الناس رابطه كل النقد كل التحليل بالتغييرات وشكلها؟ صحيح كابتن سامي، انا اعرف ان انت ما تعرفش اللي حصل ده، كنتش قلت لك والله وسبتك مبسوط تكمل اليوم كده، معلش بقى يعني انا اللي عاوز اقوله، سيبك انت اتفضل، انا عاوز جمهور النادي الاهلي يفرح بفرقته بس كده، لعيبته، عاوز جمهور النادي الاهلي يكون عنده ثقه في لعيبته وفي جهازه وفي المنظومه كلها، عاوز جمهور النادي الاهلي دايما، انا عارف جمهور النادي الاهلي دايما عاوز كل حاجه كويسه، واحنا بنسعى على كده واحنا بنتمنى كده، اي حد بيشتغل في النادي الاهلي عاوز يسعد جمهور النادي الاهلي بالتاكيد. اوعى تكون متخيل ان الراجل عاوز يعمل حاجه وحشه، او الراجل عاوز يخلي شكل الاهلي وحش، الراجل عاوز، واحنا كلنا عاوزين نخلي النادي الاهلي ده احسن حاجه في الدنيا، لان النادي الاهلي يستاهل احسن حاجه في الدنيا. فاي تاثير حتى مننا عمره يعني خدوا بحسن نيه ان الناس دي عمرها ما عاوزه النادي الاهلي الا لما يكون يبقى كويس، انا مش عاوز، انا عاوز اكسب كل البطولات اللي اشارك فيها، انا عاوز اخلي النادي الاهلي ده احسن حاجه في الدنيا كلها، احسن من نفسي حتى. هو ده اللي انا عاوز طالبه من جمهور النادي الاهلي، وان شاء الله ان شاء الله برضه نوعده ان احنا نحسن من نفسنا اكتر واكتر، وان شاء الله ان شاء الله نوعده ان شاء الله باداء احسن وتغييرات افضل ان شاء الله الفتره دي. يا كابتن سامي مليون مبروك، انتوا جهاز فني محترم ولاعبين رائعين جدا، مليون مبروك، تستحقوا الفوز النهارده في كل الاحوال. شكرا يا كابتن سامي مدرب نادي الاهلي.